أي رزق تريد؟ إعادة استكشاف لمفاهيم الرزق ودورها في زيادة العطاء في الحياة والفوز بالجنان. أي رزق تريد؟ طريقة تفكير جديدة في تعاملنا مع مفهوم الرزق والسعي له. إنه سعي جاد في عمارة الأرض كأفراد ومجتمعات تساهم في تغيير واقعنا وواقع أوطاننا نحو الأفضل. أي رزق تريد؟ برنامج يومي يعده ويقدمه الدكتور محمد بوحجي، ومن إخراج خالد المرباط. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحييكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم أي رزق تريد في النسخة الثانية، وسوف نتحدث اليوم في الحلقة الثانية عن رزق الأمن والأمان. فمرحبا. الأمن والأمان أيها الأحبة هو نعمة عظيمة ومن أعظم نعم الرزق التي ممكن أن نتحدث عنها، بل إن الله سبحانه وتعالى قدم الرزق الأمن على كل أنواع الرزق الأخرى، فقال سبحانه: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وفي هذا المعنى قال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فلذا يرى العلماء أن رزق الأمن هو من أهم مفاتيح الرزق لسببين. السبب الأول: إذا شاع الأمن واستتب ضرب الناس في الأرض، وهذا مما يدر عليه رزق ربهم ويفتح أبوابه، ولا يكون ذلك إذا فقد الأمن والأمان. والسبب الثاني: لأنه لا يطيب طعام ولا ينتفع بنعمة رزق إذا فقد الأمن والأمان. وإذا أردت أن تعرف نعمة هذا الرزق، تصور حالك لا سمح الله ولو كنت أنت تعيش في أحد مدن العراق أو ليبيا أو اليمن اليوم. للأمن أيها الأحبة معنى شامل في حياة الإنسان، فكما يحتاج الإنسان للأمن في حياته، فهو كذلك يحتاج إلى الأمن على عقيدته التي يؤمن بها، وعلى هويته الفكرية والثقافية، وعلى موارد حياته المادية، وعلى أمن أسرته، وحتى الأمن على فكره وإنتاجه، وحتى الأمن على ماله وأبنائه. إن قوام الحياة عند البشر ومنتهى سعادتهم وفرحهم وغاية مطلبهم اليوم ومرادهم أن يرتكز الأمن والأمان في ربوع الدنيا، أو على الأقل في ربوع بلادهم. كما أنك لو نظرت في العالم من حولك فإنك ستجد أن منتهى تعاسة أي مجتمعات وشقائها يكمن في انعدام الأمن والأمان، والذي يؤدي في النهاية إلى خلل في الرزق. ولذا جاءت الآيات القرآنية تكرس هذا المفهوم. فالأمن أيها الأحبة هو الضامن الأساس بفضل الله سبحانه وتعالى على استدامة أسباب الرزق الأخرى. فالإنسان حينما لا يعتريه خوف ولا وجل ولا قلة ولا ذلة يكون أفضل حاله، ويستخرج أفضل ما عنده من إبداعات وإلهام. وحينما يكون عكس ذلك فهو يكون في بوتقة محددة لا يستطيع أن يتحرك يمينا أو يسارا. ولذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عدم توفر هذا الأمن، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من القلة والذلة. ولأن رزق الأمن والأمان من أهم النعم، فقد وعدنا الله بها منذ اللحظات دخولنا الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، حيث تقول الملائكة لنا بإذن الله، يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويقول سبحانه: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ويقول جل وعلا أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرزق الأمن والأمان مضمون
ما دام أنك كنت تسعى لعبادة ربك وتمارس قيم هذا الدين العظيم. حينما لا يتوفر رزق الأمن تزيد التوترات الاقتصادية والاجتماعية، وثم تتحول تدريجيا إلى صراعات تصبح عقبة رئيسية أمام التنمية الإنسانية المستدامة. فحينما لا يتوفر الأمن يزيد الإخفاق الاقتصادي وتغيب المشاركة المجتمعية وتجهض دور مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتشيع الطائفية والجهل والثقافة الاستهلاكية، ويفسح المجال للفساد، فيؤدي هذا في خلل في الأمن المجتمعي من خلال الفقر والبطالة والتهميش، فينتشر العنف والعشوائيات مما يشكل بيئة طاردة للاستثمار. وقد لوحظ أن الدول التي تميزت في اقتصادها هي الدول التي قللت من العنف بشتى أنواعه الثلاثة: الصراع الأثني والطائفي والجريمة والكبت، فتقدمت مؤشراتها في الإبداع والسعادة والتنافسية. ولذا نستطيع أن نقول أيها الأحبة أن معنى الحياة للبشرية في هذه الدنيا لا تستقيم إلا بتوافر كل من الأمن والرزق، وبفقد أحدهما يفقد الآخر، وفقدهما تستحيل حياة الناس وتصبح شقاء وعذابا. ولأهمية الأمن والرزق كنعمتين مترابطتين، نرى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يؤمن بيته الحرام ويجبي إليه الأرزاق، فقال عليه السلام في الآية: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ويوم أن أنهم الله تعالى الخليل إبراهيم عليه السلام أن يدعو بهذه الدعوات المباركة، لم تكن مكة آهلة بالسكان، بل كانت واديا مهجورا، فأراد الله سبحانه وتعالى بحكمته أن تعمر مكة ويعمر فيها بيته، وأن تصير مهيع الحضارات ومهوى أفئدة الناس، وذلك لا يكون إلا بحلول الأمن فيها وتدفق الرزق والخيرات عليها، وبالأمن يستقر الحال وتستمر الحياة. ولأن كثيرا منا وقع في حب الدنيا والتعلق بها، فإن هاجس الأمن والرزق صار مصدر رعب أكبر من السابق، وقلق يقض مضاجعنا، وبل يشلنا على الاستقلالية في صناعة القرار والريادة وبناء روح الدافعية التي نستطيع من خلالها استكشاف فرص الحياة. ولهذا راح أكثر الناس يستجلبون الأمن والرزق بالطرق المحرمة والكسب الخبيث، ويركن وينكسر كثير منهم أمام العظمة البشرية، ويستخدمون الوسائل المصطنعة التي تحسسنا بالأمن كالتأمين والمراقبة الأمنية وغيرها. وإن من أعظم ما يسبب زوال الأمن وقلة الرزق كفر النعمة وكثرة العصيان وقلة الاستغفار وضعف التوبة والأوبة إلى الله. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. قصتنا لهذا اليوم أيها الأحبة ستكون عن قصة نظرية الموزة، وهي من الأمثلة التي نذكرها حينما نستشعر رزق الأمن. فأنت حينما تضع الموزة في حقيبة لفترة نصف يوم ستجدها تنضج بسرعة، ولو تركتها ليوم آخر لوجدتها مسحوقة تماما، ولو تركتها لأكثر من ذلك أو لمدة يوم آخر أيضا ستجدها قد بدأ يصيبها العفن، ولو تركت لها ليوم الرابع ستجد أن رائحة العفن بدأت تظهر من هذه الحقيبة. هذا ما يحصل معنا حينما نعاني من عدم الاستقرار أو قلة الشعور بالأمن، حيث تبدأ مشاعرنا بالتأثر تدريجيا من جراء اختبار مؤلم أو صدمة نتعرض لها، فنبقي هذه المشاعر مخبأة في جيب حقيبتنا الشعورية ولا نخبر أحدا عنها، فتصاب مشاعرنا بالتلف فنخسر رزق الأمن الذي كنا قد رزقنا به، ثم نستمر في إنكارنا وتجاهلنا لذلك. لكننا نفاجأ بعد فترة كأفراد ومجتمعات برائحة وظاهرة غريبة تنم عن تجاهلنا الكبير بكثير من عوامل فقدان الأمن التي لم نراعي إصلاحها في الوقت المناسب، فتتحول مجتمعاتنا كما تقول نظرية الموزة، تتحول مجتمعاتنا إلى مجتمعات مضطربة
ومحبطة، ونشعر بالكره وبالحقد أو بالذنب أو بالظلم من كل من يختلف معنا، بدلا من أن نتصارح ونتعاهد على المحافظة على رزق الأمن من خلال ما يتطلب من شفافية في الوقت المناسب. وحينما نقلل الكبت والإنكار يزيد الأمن، فكلما استخرجنا المشاعر الدفينة في الوقت المناسب كلما كنا ندنو نحو أحد أهم أسباب استدامة الرزق بكل أنواعه، وهو رزق الأمن. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا ونظرات متعددة لمفهوم الرزق ندرك من خلاله دورنا في العطاء، متمنيا أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. أي رزق تريد؟ إعادة استكشاف لمفاهيم الرزق ودورها في زيادة العطاء في الحياة والفوز بالجنان. أي رزق تريد؟ طريقة تفكير جديدة في تعاملنا مع مفهوم الرزق والسعي له. إنه سعي جاد في عمارة الأرض كأفراد ومجتمعات تساهم في تغيير واقعنا وواقع أوطاننا نحو الأفضل.